الولاد والبنات خارجين بيضحكوا ومزقططين ومبسوطين وكل حاجة وحلوين زي الفل مفيش مشكلة بس عيني لو نبص على وشوش الأهالي تحس إن كل أب وأم واقفين تحس إن هم اللي بيمتحنوا وهم اللي قاعدين في لجنة الثانوية العامة ومش مذاكرين وداخلين ما كتاب يا عيني حس أنه هو واقف عينيه كده متشعلقه مستني ابنه يخرج ولا بنتها تخرج من اللجنه وتقول لها ها عملت ايه الامتحان اخباره ايه ناس واقفه على اعصابها فنقول لهم على مهلكوا على نفسكم شويه وان شاء الله ربنا يطمنكم باذن الله على اولادكم ويكلل جهدكم الاول وجهدهم هم كمان ان شاء الله بالنجاح ولكن حبه حبه بلاش نضغط على اعصابنا كاباء وامهات وبلاش كمان ان هم يضغطوا على اعصاب الولاد والبنات فيكون عندنا ثقه في ربنا وثقه في انفسنا وثقه في اولادنا ان ان شاء الله باذن الله ربنا يكل مجهودهم بخير ان شاء الله يحققوا النتيجه اللي يستحقوها فدي بس يعني رساله لكل الاهالي اللي زي ما شفناهم كده في التقرير اللي احنا عملناه النهارده الصبح ناس واقفه علي اعصابها يعني فربنا يا رب يطمنكم على اولادكم جميعا يعني